طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا أمس أخذنا اللي هو طريقة تنصيب البيئة، طريقة الإعدادات تبع الـ SDK وتبع الـ AVD، شغلنا الكليبس وبعدين ركبنا البلاجن على أساس نجهز البيئة، وعطينا مثال بسيط يطلع رسالة على أساس بس تشوف كيف البيئة شغالة. احنا طبعا مو في دورة، احنا في ورشة وركشوب، فالوركشوب الغالبي يطغى عليها الجزء العملي، يعني اكثر شيء يكون فيها الجزء العملي. فاحنا اليوم ايش حنسوي؟ حنعطي مثال بسيط جدا على اساس نوضح العلاقة بين الكود والواجهات. طبعا حاعطي شرح نظري بسيط لمدة 10 دقائق ربع ساعة، بعدين حتاخذ مثال تشغله يوريك مثلا كيف تدخل نص في تكست، بعدين تستخدم الازرار وتشوف كيف تتوافق بينهم. بعد كذا حنعطي مثال لآلة حاسبة بنفس اللي موجودة في الاندرويد اللي هي متعددة الزرير مو زرارين وكذا، على اساس تتعود على طريقة او معرفة الاكشن او الازرير اللي موجودة، كيف لما نضغط على زر يتنفذ الكل، لانه بكرة حنخش على موضوع تعدد الشاشات اكثر من شاشة وكذا. فاليوم ضروري او حنمر على موضوع الاكتيفيتي ونشرح ان شاء الله بصورة مبسطة، وان شاء الله ان نتوفق في هذا الشيء. طيب اول حاجه عندي كود اند جيو اي ريليشنشيب. ايش يقصد بهذا الكلام؟ مره اترك الكمبيوتر وخليك معاي مره في الكلام النظري، اترك الكمبيوتر، لانه اذا ما فهمت ما فيش فايده من كتابه الكود اذا انت تكتب كود وانت ما انت فاهم. طيب شو معاي؟ انا عندي واجهه، هذه الواجهه اللي انت تشوفها في الجوال، واجهه البرنامج، خلاص هذه الواجهه اللي انت تشوفها في الجوال. هنا مستخدم الجوال، هنا الشخص مستخدم الجوال. مستخدم الجوال اساسا لا يدري عن برمجه ولا يدري عن اي شيء، هو قدامه واجهات ويضغط عليها، صح ولا لا؟ هنا موجود في الخلفيه كود، هذا اسمه هنا جي واي اللي هي واجهه، وهنا سورس كود. طيب انت كمبرمج انت مسؤول عن الكلام اللي موجود هنا، خلاص اليوزر له بالكلام هذا. في مشكله بين الواجهات، هذه الواجهه خلينا نقول هنا زرار وهنا تكست، وين عندي تكست، هنا ما فيش غير كلام نصي فقط. المبرمج لما يشتغل على النصوص دي، ما يشتغل على الكلام ده، هذا هو فقط يرسم الواجهات رسم. صار عندي خطوتين، الخطوة الأولى إني أرسم الواجهة، والخطوة الثانية إني أكتب الكود. الخطوة الأولى أرسم الواجهة، والخطوة الثانية أكتب الكود. لما تيجي تكتب الكود، انتبه للكلام هذا، خليكم معايا بالله. لما تيجي تكتب الكود وعندك زر هنا، انتبه عشان هذا موضوع الورشة تبع، يعني النقطة لليوم كلها قايمة على الكلام هذا. عندي أنا زر هنا، خلاص عندي زر في الواجهة، أنا لازم في الكود أو في الكود لو بتعامل مع الزر ذا لازم أقول له مثلا خلي الزر يسوي كذا، أو خلي النص ذا يصير فيه كذا، أو خلي مثلا أي عنصر موجود على الشاشة يصير فيه كذا. هذا يسمونه relationship between source code and GUI. إذا أنت ما عرفت العلاقة بينهم ما حتقدر تعطي أوامرك للشاشة، وضحت الفكرة؟ يعني أنا عندي مجموعة عناصر هنا على النافذة، مرة ثانية عندي مجموعة عناصر، ولنفرض إزرارين، مرة ثانية عندي إزرارين هنا. المستخدم لما يضغط على الزر هذا، المفروض أنه يتنفذ شيء معين، صح ولا لا؟ من اللي يعطي الأمر هذا؟ المبرمج. مو اللي يكتب الأمر هذا المبرمج؟ طيب المشكلة اللي يقع فيها المبرمج هو يقول كيف أنا أوصل من الكلام النصي إلى الصورة، كيف أوصل؟ يعني كيف أقول الكود ذا يكون للزر هذا؟ كيف أوصل؟ هو اللي احنا حنتكلم فيه اليوم، إنه كيف أنا من الكود اللي أكتبه أوصل لعناصر الواجهات أو العناصر اللي موجودة في الواجهات، عشان أقول له مثلا أكتب له كود عفوا أكتب له كود أقول له النص ذا أو الكود هذا ترى مقصود بالزر هذا، الكود اللي موجود هنا ترى مقصود بالتكست هذا، الكود. فهذا يسمونه ريليشن شيب، كيف اوصل من الكود للواجهات،
يعني كيف اقول له ترى الزر هذا نفذ لي فيه الكلام ده، النص هذا نفذ لي فيه الكلام ده. فهذه هي الفكره. فاول نقطه لازم تعرفها عشان تتعامل مع الواجهات اني كيف اوصل لعنصر موجود على النافذه، كيف اوصل لعنصر موجود مع النافذه. صار عندي خطوتين، الخطوه الاولى او عفوا اول شيء نرسم النافذه. لما نيجي في الكود هينتبه، لما نيجي في الكود ونكتب قبل ما نتعامل مع اي عنصر اول شيء لازم نوصل له. فصار عندك خطوتين، من الكود توصل للعنصر بعدين تتعامل معه. خلاص واضحه دي؟ واضحه ولا فيها لبس يا شباب؟ اول نقطه عندي واجهه فيها مجموعه كنترولز، كيف اوصل للعنصر بعدين كيف اعطيه الاوامر. خلاص طيب بصيغه ثانيه، انت لما تكتب الكود في البدايه تبحث عن العنصر في الشاشه، تبحث تقول له دور لي على الزر اللي اسمه كذا، يقوم يجيب لك الزر هذا، تقول اي خليه لما احد يضغط عليه تسوي كذا. وضحت الصوره؟ هذه الصوره الاولى، هذه الصوره لازم تفهمها. طيب خلينا نخرج من نرجع للإكليبس. الآن احنا نبغى نطبق مثال يوريك الشيء هذا فعليا، يوريك انا كيف اوصل او كيف ابحث عشان يعزز الفهم. شوف طبعا انا حكتب المثال، انت خليك معايا لا تكتب ولا شيء، اغلق يجي دورك تطبق. خلينا نبدا مشروع جديد. نو شو معايا؟ نجي هنا نقول له اذر، هنا نقول له اندرويد بروجكت نيكست. الان احنا نبغى نسميه سكند نيكست. خلينا نختار اخر اصدار، يلا الاصدار الرابع من اندرويد. جميل. طيب نيكست، خلاص نسمي الباكج. احنا اتفقنا انه الباكج لها تصميم معين، اكتب نت دوت عبد الله عيد دوت سكن. لا مو لازم الباكج، احنا اتفقنا هنا الباكج لما تيجي تسميها الباكج نيم. ها شوف اذا انت خليك معايا في النقطه دي، اذا انت بترفع برنامج على الماركت تبع اندرويد، اذا كتبت الباكج باسم معين، طبعا لازم يكون في له دوت شيء دوت شيء دوت شيء زي كذا، إذا رفع على الماركت ما عاد تقدر تغير التسمية ذي. ما عاد تقدر تغيرها. ما عاد تقدر. ممكن يسوي باكج. لا ليش؟ الباكج المفروض ما يتشابه من برنامج لبرنامج. التسمية حقت الباكج. فالتقليد المتبع عند المبرمجين أنهم يكتبوا الموقع بالمقلوب. يعني أنا كتبت موقعي نت هو عبد الله عيد دوت نت. كتبت نت دوت عبد الله عيد دوت أكتب اسم البرنامج. طيب ليه يسوي الحركة ذي؟ عشان يضمنوا أنه ما فيش تو باكج يتشابهوا مع بعض. خلاص ما فيش تو باكج. انت ممكن تكتب اكس دوت واي دوت زد، اكتب اللي تبغى، بس هذا مجرد تقليد يعني. طيب هنا مينيمم اس دي كي تكلمنا عنها انه اقل اي بي اي ليفل. طيب خليني بس صغر الكود شويه. طبعا لانه اعدادات الشاشه اكبر شويه فالنص مره كبير. طيب الفكره الاساسيه ان انا حرسم زر ومربع نص، تمام؟ نبغى لما نكتب حاجه في مربع النص هذا نضغط الزر يطلع علينا في مسج. طيب ايش الهدف؟ الهدف اوريك انا كيف توصل من الكود للعناصر اللي في الشاشه وكيف تتعامل معها. طيب الان هنا محطوط على 16، خلينا نقول له 12. واضح اعتقد ما في له مشكله، ها ان شاء الله. طيب نيجي هنا للمشاريع، احنا عندنا مشروع ايش؟ سكن. طيب نروح للسورس، اول شيء نيجي للريسورس، بعدين اللاي اوت، بعدين مين، بعدين المين. خلاص
طيب على بال ما يحمل. الآن هذه الواجهة. الخطوات الأساسية إنه طبعًا أنت لما تيجي تبرمج أنت قدك راسم الشاشات على ورق وعارف يعني إيش بتسوي، عارف الخطوات والشاشات اللي بتسمع. الآن هذه تكلمنا عنها، هذه شاشة الجوال. الآن هنا عندي الكنترولز اللي أسحبها، الأزرير والتكست والكلام هذا كله. طيب أول حاجة تسويها لما تيجي تتعامل مع الواجهة، نيجي إحنا إيش بنسوي؟ بنسوي مربع نص واحد وزر. طيب نجي نسحب بطريقة عادية. شوف إحنا تكلمنا الكلام هذا، وهذا الكلام لازم تنتبه له. شوف لما أسحب ما تمشي معايا، أجيبها ليش؟ لأنه هذا يسمونه layout أو طريقة توزيع. في أكثر من طريقة، أسهل طريقة اللي هي الأبسليوت، وعشان تقدر تمشي معك بس الأبسليوت قلت لك سوولا ديبريكيتد يعني حذفوها، إحنا بس نستخدمها في الدورة لأنها أسهل حاجة. فأضغط بالزر اليمين تبي معايا واختار change layout، قول له شوف هو جريد لاي اوت، اختار ابسوليوت لاي اوت خلاص، واقول له اوكي. طيب الان لاحظ يوم اسحب الزر مشي معايا خلاص. طيب هذا كلام بس للتوضيح. بعد الان نجي هنا شوف تكست فيلدز، نجي نختار مين اول واحد تبع النصوص. شوف ها عادي زي اللي اشتغلوا على فيجوال بيسك وجافا ويعرفوا الكلام هذا. طيب اشتغلوا على الدوت نت وكذا. طيب الان عندي مربع نص خلاص، هذه الشاشه تبعنا، حكتب نص. اول حاجه تسويها بعد ما تغلق الشاشه اضغط تشغيل، عشان لو طلعت مشاكل او شيء عشان يشغل لك الفيرش والمشين، لانها مره بطيئه وقت التشغيل. اضغط تشغيل، اختار اندرويد ابلكيشن، تجيك المره الاولى فقط. الان شوف نختار ايش الكونسول اللي هنا عشان يورينا ايش الوضع. شوف حنبدا، شوف احيانا يعلق، شوف كاتب لك نوت ريسبوندنج لانه مره ثقيل. الكونسول اللي هنا شاشه تطلع لنا ايش قاعد يصير، هل العمليه جاريه يعني قاعد يحمل ولا في مشكله. ابسوليوت في 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 موضوع شويه اللي هو اكثر من فيو، في يعني معطينك اكثر من واحد، بس ما تمشي بنفس طريقه الابسوليوت، لازم تسوي جداول عشان تحط فيها العناصر وترتب زي حكايه الاتش تي ام ال. طيب بس خلي هذا الشكل صار يبغى له اعاده تشغيل لانه معطي نات ريسبوندي عشان الفرش والمشين يمكن. اوه شغاله هي من اول. شوف الان، شوف الكلام اللي اقوله لك. شوف launching a new emulator، شوف الان انت تتابع هنا لما تضغط زر تشغيل. كم واحد هنا اشتغل على بيئة الدوت نت؟ جافا من قبل. لما تشغل هذا يشابه عمليته، يشابه عملية الكومبايليشن، لما تطالع في الكومبايليشن وكذا. شوف الآن يقول ايش؟ يقول launching new emulator with virtual device Droid 43. الآن طالب ايش؟ الكاميرا، احنا تكلمنا في الكلام هذا. طيب شوف الآن بعد شغل لنا ايش؟ شغل لنا الفيرشوال ديفايس. شوف هو يشغل، شوف تحت معطيك ايش؟ لازم انت لما تشغل تكون مخلي الشاشة على اليمين اللي هي تبع مين؟ تبع الفيرشوال، وتشوف هنا يعني طالع في الشاشة اللي هنا وتشوف هنا. ليش؟ لسبب انه احيانا المشين هذه ممكن تعلق وانت ما تدري، يعني ممكن تعلق وانت ما تدري عنها انها علقت، لكن لما تطالع هنا تعرف ايش المشكله. احيانا يقول لك كنسل كنسله او صارت مشكله، يعطيك اياها باللون الاحمر. لكن شوف هو ايش قال لك، قال لك ويتنج يعني استنى قاعد يحمل. فاحنا ذكرنا امس انه لما تيجي تشغل الفيرشوال ماشين تشغلها مره واحده وبعدين تصغرها مو تقفلها، لانه لو قفلتها حتطول معاك مره ثانيه بالشكل ذا. اول ما تشتغل صغرها، شوف صغر، خليها مصغره زي كذا. شوف تو بي لانشت، ننتظر. او كيف نعرف انها اشتغلت او لا؟ نطالع هو يقول لنا ستارت اكتيفيتي او شيء زي كذا. طيب هذه النقطة الأولى، خلينا ننتظر بس شوف لين اشتغل. طبعا هذا التأخير يعني أحيانا يختلف من جهاز لجهاز، لأنه أحيانا بعض الأجهزة قوية يكون فيها قدرة عالية، ذاكرة عالية ومعالج
قدرته عالية، فيكون إيش؟ فيكون نسبة التأخير بسيطة، ما هو بالشكل هذا. طيب شوف إيش قال؟ uploading second.abk. إحنا تكلمنا إنه لما نبرمج إحنا نأخذ ملف اسمه .abk، هذا هو البرنامج، هذا هو الآن سوى uploading، يعني رفع الفيرشوال. الآن إيش يقول؟ installing، يعني قاعد يركب البرنامج على الفيرشوال ماشين. جميل. الآن نجي نجي لل لاحظ هذه تصير معك الحركه، احيانا يقول لك انستولينج ويهدي، تلقاه ما سوى شيء ثاني، فك القفل هذا، اسحبه على اليمين، لاحظ الان انفك النظام، اسحب هذه هنا، شوف الان هو قاعد يسوي انستول، معناته العمليه شغاله، بس المره الجايه لما تشغل ما يصير الكلام هذا كله، فقط يصير عمليه الانستول. شوف الان اشتغل النظام هنا، استنى انستول، طبعا مره جاي بس انستول الا في حاله واحده، اذا قفلته عاد تصير لك مشكله ثانيه. شوف الان اكتيفيتي مانجر ستارتنج، شوف اشتغل البرنامج على الشاشه بغض النظر عن الشكل. يعني انا اكتب هنا ويلكم تو اندرويد، كتب لي نص في زر، كل هذه الاشياء الان هذه الخطوه الاولى، هذا اللي انا اقصده